رشيدي نور تحية. عجل الياس الياس انتحارنا الضروب هنا ناقشين في الوانزا إغان غذي هندي ناقشين في الوانزا عليك تسابوا وين هذه الوادي تاع الريح الضخمة معك تسابوا لانسيانة ديرو ناقشين إذا غذي ها دوز دوز كيرا صاحبي طوخ صلي القعب تاع الرشل حقار بلا خص غادي صحاب غار الرشل السلام عليكم يا يتما سوي تما غفان غي عز نبدا خل الموقع الالكتروني عرفينو نتقاداو مات شنايا وم مش تزريم دي العنوان ايش الحالة الوفاة ذانيتا الحالة الوفاة المعطيات لحد الان مجهولة حد ويسين لحد الان ذانيتا ولاد ميمون وبالضبط مش توارام الزاتي مجيد بلال الزاتي مجيد بلال غولاد ميمون غال مسيرة ذكو بريد قطوارة مبريد ذوانيتا الحضور مرة رجال الأمن قحضاند رجال الأمن بكل أصنافهم حضاند الحضور كذلك رجال السلطة شخص قائد الملحقة الثانية مش توارة مش نتجمهوري مغا إوذان تجمهوري مغا وني موثن اي ايثما سويثما غي مضفان نغذي الموقع نغنا عرفينو وني موثن قوم ديال دي الطونوبينا سيارة باللون الاحمر من نوع رونو مرقمة قتواري من دايس والانسان ني موثن مسكين اقديني غداخر اقديش غداخر الطوموبيل احتراما الجثة وزما خشات قاربة احتراما الجثة وزما خشات ومتشنا احتراما كنيو وانت سينبو ما يموت لانه تغذيني الاشاعة نغذر قنوة وار انه يموت غاص ناس غاص ناس وجينت ذي التونوبين وزبلع التونوبين ودي اكتشفن حسب منان ياسما ثنغ ذنيتا المعطيات يسريق المعطيات يستقسيق انه بوثة الدعثة بوثة الدعثة ذوانيتا خاص يبلغن اواني لم يشم الريح يشم الريحف كنيو تسنم باللي ثفوشت تسنم بانه امشينا قي عارة مش تورام اعارة وبالتالي كثالي ثفوشت و ذانيتا جناري حقا بدغز ذانيتا استشمانت و الريحف ومتيني غنيشان وزما لا تطاق الريحف سوطس المعطيات كذلك إقان دانيتا حسب من قان يوذان دانيتا أنه الجثة تحللت الجثة تحللت وذرق يا الريحف وقان حسب الإخوان انه ذيني ترتيام او يزيد بني الله اعلم مهم قد سلم النيف شيء على الريحة بالغنخات احضان كل شيء نتشكى زي المناسبة يا الرئيس من الشرطة القضائية كمال في النيل ميسن تماث ميسن النظار يتو غذانيتا ذي الصفوف الامامية مغا يتلقى الخبر نتشكر كذلك الشرطة شخص العامد الاقليمي ذا الاخوان مرة يتنتمى نغسل غسلك للامن نتشكى كذلك السلطات الشخص القايد يدي حضان ولكن المشكل مغار هو انه 32 مش تريغ يتما تيتما 32 مازال عاد والتحضان الوقاية المدنية ونتاج الاستهتار مغار زي الجهاز جهاز الوقاية المدنية والسانيتان تخطبت مباشرة ونحبب تدخل عامل الاقليم صاحب الجلاله بصفته الممثل الاول على الاقليم باش يدخل على الخط لانه من غير المسموح واحتراما للجثث واحتراما للعائلات ديال الجثث
راه حشومه وعيب وعار كتوقع لنا للمره الثانيه. راه المره الاولى وقعت في الجثه ديال اتلايون، تعطلوا ما يزيد على جوج سوايع ونص، ودابا راه جوج سوايع. راه عيب وعار انه يحضر رئيس، يحضر رئيس ديال الشرطه القضائيه، ويحضروا الناس ديال الامن كاملين، ويحضر القائد المقاطعه الثانيه، ويحضروا اعوان السلطه، ويحضر الشعب، ويحضر بنادم جاي ما نعرف من الطرف ديال الدنيا، وما يحضرش الوقايه المدنيه. الى عندكم واحد الطوموبيله الله يهديكم والله يخليكم، حاولوا تكونوا مسؤولين. ومن هذا المنبر كنوجه النداء ونعاود نقول الريحه بزاف، الريحه بزاف خويا محمد. الا جيتي من وجده غتوصل دغيا. خويا الياس ممكن تضيف شي حاجه؟ الوقايه الا جات من وجده يعني من قبيله جوج سوايع توصل. لو كان وصلات. ودابا المشكله نقولوا، انا غنقول واحد الرساله وغنقولها من هذا المنبر. نقول الوقايه المدنيه راكم كتسبوا في انتشار او في خلق بؤره ديال كورونا في حي ولاد ميمون. لانه لو كان جيتوا في الوقت، ولو كان كنتم مسؤولين، ولو كان كنتم قد المسؤوليه الوطنيه اولا انكم تحضروا وتخليوا الناس انهم يمشيوا لديورهم، دابا راه ممكن توقع واحد الكارثه ديال بؤره ديال الكورونا. الرجال ديال الامن مشكورين، راه كيفرقوا الناس، ولكن راه انتم عارفين بانه الحدث كبير، راه جبروا جثه وراها مازال هنا وتقريبا جوج سوايع. عيد عيد الكوفيد 19 باش يجي غادي دير سميتو هنا دي خصهم لي تيست صراحه. الله اعلم قدر الله. وكنشوفوا بكل صراحه لا اله الا الله محمد رسول الله، خصنا نكونوا شويه موضوعيين الاخوان، كفى من الاستهتار بالمسؤوليات. صافي حتى الاسعاف حضر، كلشي حضر، جميع السلطات الا هي، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شوفوا الاخوان، راه الاخوان كلهم كيستناو، وحنا كنعرفوا لا سوليداريتي اللي كاينه بين الشعب، كنشوفوا الناس بانه عندهم حرقه، كل واحد متضامن مع اخوه. راه جثه، كنتحدثوا على جثه، قذاني تا بنادم يموت، بنادم يموت. ونيغهم بذي التفاصيل بانه قبل دغداي على الريح، على الريح هو يبلغن خلجوثه، يبلغ خاس، يبلغن خاس قومي يوذانا مشكورين، يوذانا يزدغن لذا الدعشه وعني راه مش من على الريح. وشي نلقى نتساو انا، نسيو التبرات النغ، نسيو التبرات النغ، ونبدا مش قاغنش عماصه تقاخي جنحاش تقانس المصلحه نتنديتينو وتينيغ اذينيغ الحق وذوجه الرساله يتواريق. ولكن نبدا نقرا السريع قرب تفضل. والملاحظ انه راه كاين الناس ما دايراش الكمامه الاخوان، اذا شكون غيتحمل المسؤوليه؟ انا كنحمل المسؤوليه للوقايه المدنيه اولا، كنحمل المسؤوليه للوقايه المدنيه اللي دائما كتستهتر. وثمانية أزيد زي ألف واحد إذا نيتا، ومش نيغ أنه حضان الشرطة القضائية كمال فني، سي كمال فني اللي حضاد الرئيس حضاد دانيتا رجال السلطة مارة حضاد، حتى كوميسير سنترالي حضاد مارة حضانت حضاند يوذان وسيند قابوز وسيند دانيتا، ومازال على الوقاية المدنية قاعد والتوسي فضيحة دانيتا. إذا مش نيغ يا إثما سو إثما، الأنباء مش قانت مش ثورني وذان دانيتا الأول تغادي نجم وريقة بأنه قغاص النص، قغاص النص الإنسانة وأو ناس يعني رمين سقسا دانيتا وذان زرينت من الأوائل ذني زرين إناش بأنه وذي نبو الأثار الدماء وذي نبو إذا من عاد ونستين والو ويستناين إناش سيدي ونيتا زي الفراشة أول سريخ دانيتا ذي الشارع، إذا إن جزير فراشة وكان يعاني من أمراض مزمنة يعني ذي السكر ذي الله أعلم، ممكن أنه الفرضية أن الموت العادي يموت مسكين ذي الطونوبيل نيغتو ساز دلاكريز ممكن،
يعني ثاني تا من الفرضيات المرجحة أنه ثوساس دلاكريز يموت والله أعلم. ماني أمشان ماني أمشان قنيغوم الزاثيم جيد بلال ذي الوحي ولاد ميمون الزاثي الإعدادية المسيرة الزاثي هاقا ديباناجي الزادي الوقاية المدنية هاقا ديباناجي نتج آخر واحد يخصيد غايا سنق شي الزارز دي الوقاية المدنية سمي وذانا السنق ما يزدقاني وذانا إني شنو ورا السيرة سيدي إني شنو ورا إني نستنكر مانا يا استنكر أنا نخد كيتو كان نخد حي ولد ميمون مش تسنم شي 30 يوم نفس تقريبا نفس معالم الجريمة لحد الساعة نشتي نعرفون السي الجريمة نيعدون من داس يوقع لأنه مثلا نفس الطريقه انهم ازياد زيت كيما يبعي يبقوا متوفين الحيه بعدات وغيعرف ايش اثنين موثن يا خصها تقتاش من توما عافاك الله يرحم الوالدين روح قتاش من نهار تولى نفس تقريبا نفس معالم الجريمه وذا ماني استمتع انه انت في الامن يحظى السلطه تحظى جميع المقاسم الاجهزه الاخرى الا الوقايه المدنيه والجريمه ازياد زيت هنا 90 تزقوا متوقع الوقايه المدنيه لحد الساعه مش توالى اخر واحد ديبانوش قيوز يعني عاد وادوسين وما كاين السن انا الوقايه المدنيه ضغى المطار سال ولاد من خمسه مينوت وني ذا والو هذا الله اعلم ما تصل ما قايم قتقن القهوه 100 لا 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 تي خصاس نقميش تواس نتقدي فور بو بيبون بيب دواني تا تنقم شنو هو ورد الثاني لا الياس النار لا تعليق لا تعليق لا تعليق لا اله الا الله لا اله الا الله اذا قوم مشتوار ما يثما من قلب الحدث ومن قلب ولاد ميمون ننقل لكم الصوره بالصوت والصورة مشتوارة كل شيء حضار استنكارني وذان وسكاريت سي رشيد بأنه أمشي أنا تغي يعرف حي ولاد ميمون وبالضبط حي إذار غارن أقوم قارب السنيتا أولا تيف على ريحة الطاس على ريحة الطاس هي أقوم ميتواري غرخو أوف من تواريخ الخويا يثما سويثما بانه غاس ذي التونوبين ذي ثواث النيفا سافوسشت غاس ذي النيا مش صغاني نيا في شاش شوثين نيا ذي تقن حوايج يعني الاواني المنزليه البلاستيكيه المنزليه يعني ونيتا يمكن زي الفراشه نيز نوزان الاواني البلاستيكيه المنزليه امني ياك يمكن امني تواريخ غاس ذي النيا من يخدم؟ يخدم ماضير قوم مش ذي تقاني يثما تسمى توران يخدم ماضير الانسان الخوي خسان خزار الشرطة القضائية من غثيني ذي البحث الناس من غث قاخ من غث قمارة السارفيس الناس خدني غنتعرف على اسباب الوفاة ونتمنى ان شاء الله تيري وفاة عادية لانه نحر بكل معنى الكلمة شباب النغت سنمثان شباب النغمار ضياعا شباب النغت ما لا اله الا الله واخذ وني خات سي ورخات قر خويا كرا ذوانيتا ماني هجا ما عالية شوف هز قختين هما هاني الجماعة عالية روح اش ما انت عالية يخص لابد حضاني هنا يخص لابد حضان غير البروتوكول يخص لابد حضان الله تفي دقنا على ريحتي تما دينيني وي تقرا يدور يا الله العظيم على الريح فوارتي الله يرحمه ويوسع عليه اي غنيني اذا المكان بالضبط مشتوارة مقنغة مسجد بلال
غمجيد بلال معروف تورمث ذي ولاد ميمون، وبالتالي هي مشان بالضبط. انا يزه وفيني الجني مود ديال الطوموبيل لا السين الله اعلم والله الله اعلم. ها وا السلام عليكم. وعليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. اه اذا نهضر شويه بالعربيه باش الاخوان يفهموا. مجموعه مع مجموعه من الاخوان كيهضروا باللسان العربيه. اخواني اخواتي كنتواجدوا الان بالضبط في حي اولاد ميمون بالقرب من مسجد بلال. حاله وفاه وجثه راها في لحد الساعه ولحد اللحظه راها في, 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 في السياره، سياره من نوع رونو باللون الاحمر. تجمهور كبير ديال الساكنه حسب اللي وصلنا والمعلومات اللي استقينا هنا، انه الامر كيف ما كتشوفوا راه الامن كيفرق الناس على اساس انهم يلتزموا بالتدابير ديال الاجراءات الاحترازيه، يبعدوا. راه لحد الان كنشوفوا لان التجمهور بزاف، كيف ما قلت انه الامر متعلق بجثه كاينه في الطوموبيله لحد الساعه. دابا تقريبا جوج السوايع والوقايه المدنيه لم تحضر بعد، مازال ما وصلتش. حضروا الاجهزه الامنيه، حضرت رجال السلطه، رئيس الشرطه الاداريه، كل شيء حضر، الديباناج حضر، كل شيء. والامر يتعلق بهذه السياره وفيها جثه ديال واحد السيد قالوا بانه راه كيخدم كيبيع الخضار وكيبيع العنب، يعني كيبيع يزنو زياضير ذا فراش زي الفراشه. أمازال وطي وذا وفا، أمازال وطي وذا قوى السميس تقواقع ثانيتا، مازال ما وصلت الشيء شوية وقية تلغدا إن شاء الله. إذا من شتوارم البوليس قانصني خصها تقيم الكمامات يوذان وانايا عادي. إنا لله وإنا إليه راجعون. والاشاره يثما سويثما باش تفكني الساس غدي الصوره اكثر فاكثر مني توقع عندي النظر، خصوصا غار يثما ثنغ تبعنا نغداني تا في مغارين يا ريزن غدا خري يثما هنغني غبار يثما هنغ. خاصا بانه مؤخرا يعني كان وقعوا جوج يعني واحد كانت وقعت واحد الحادثه بحال هذه، جوج ديال الناس لقوه ميتين في شقة، بالإضافة أنه البارح كذلك في حي إم سي فن أو مول البارح في إم سي فن وبالضبط في براقة هنا لتحت شوية حالة انتحار كذلك، حتى جبروا أنه بنادم يعني ميت. إذا الحالات تتكرر، الموت البغتة كيتكرر. كنقولوا من هذا المنبر كنصح جميع الأبناء ديال الناظور، جميع الاخوان ديالي، جميع الثاوانيير سنت مازيخت، قاسم مزيدا من الصبر اخواني اخواتي، مزيدا من الاتعاظ، مزيدا من العوده الى الله عز وجل. الانسان الذي دور غسيل ربي شويت غادي يسرح شويت يخفن نسك سيدي ربي، دورتي وغسيل ربي ندور مار غسيل ربي، سيدي ربي خان غيتبع هذ البلايا. اكيد بانه الحياه الزيه، اكيد كل جن زين غيتعيش الضيق، اكيد كل جن زين غيتعيش يتعيش رغبا، اكيد بانه الامور تدور غير فهر الطاس، اكيد كلشي مبهدر يعني نقرص الحياه الاقتصاديه تبهدر، اكيد باللعن خانغ فرونتيرا، اكيد باللعن خانغ سوبر مارشي، اكيد يعني وذان تقسان تما عزون خلق مات العيش، اكيد بانه ويقيم شاف سرعه الزيار، اكيد ويقيم بود تهريب ذي النظر. منايا منايا ذي الصالح انت نديت النظر مستقبلا خصها تقم ذي العقر بانه كوانتيد مشاريع تصبحانين، وبالتالي وجب انه الصبر يخصها نصبع شويتين اذا مغينين.
انصبات شويه ونتحسبوا الاعداء للوطن ونتحسبوا الاعداء الفتنه ونتحسبوا غيوذان ينشان الفتنه ينشان مغال الافكار السلبيه للمواطن الناظوري ونتحسبوا غيوذان ينشان مغال الفيروس انه باش غادي يسحق ميسنا النظار باش اثيج نغميسنا الريف بالجمله نشي نعزو خيش حاجت نعزو ونعيش غير امان نعزو جي الشباب النغادرين مليح واخا قلت الشيء واخا قلت الشيء اقسم بالله الا واخا قلت الشيء يا يثمه واخا قلت الشيء خصنا نصبر هي اللي غيني وفي انتظار ربدا انتراجا ايش نحاجة قناة الوقاية المدنية مازال عاد والتحضار ها قتخذ قواد مالات تاثق قوان توري قوان توري شانطونو بينات كوانتيد والسينغ سيمي الله يرحمه ويسع عليه أقوم حضان أقوم أقوم فيها خصك يسنغنش أقوم تقاد حضان وأخيرا حضروا أقوم وأخيرا حضان وأخيرا واني 32 دوزيان يخني تسال الوقاية المدنية وأخيرا حضان تبع ما كيدير روح قتاش ما انت يا صاحبي قتاش ما الله يرحم الوالدي روح قتاش ما امين ان شاء الله روح قتاش ما ها 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 هي اللي كتهز هذه ماشي من حقها تهز ماشي من حقها يحاديوها يمشي يجيبوا الماسك والماتيريال هكذا داروا ديك النهار هكذا داروا ساعه ونص عاوتاني كيجيو كيدوخوا علاش ما كانوش في اخبارهم انهم ما تعطاتش لانفورماسيون كيما الفوق لا حول ولا قوه الا بالله انا نهز منه التصريح خويا السلام عليكم غتهزوه دابا غتهزوه دابا ما غاديش غتجي شي طوموبيل اخرى اه داكو اذا نهني هذا هما اللي غيشوفوه الاول عاد يهزوا هذيك لا ولكن هما غادي يعقموه يمكن هما غيعقموه شوفوش هزين معاه واحد الثلاثه هما غيعقموه يعني هما جاوا غيجيبوا غير هاد الساشي اه لك غيمشيو صافي غيجيو هادوك صحاب الاكسجين لا غيهزو قال لك غيهزو ديريكت هادوك واحد هنا في كندي بريسي لا ولكن خصنا الاكسجين باش يحكم يخص وين هني شني ضروري That's sweet.
تبعك هو من صبا شويه كي ريحت اجل شويه خوان زع طيب شكرا لك 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 قيس مقيا ريحته اشو تصوار وتصوار يا شباب زيد الشريف زيد الشريف غير دي عليك زيد اخويا حسن ما زيد زيد حمزه وضغط حمزه الزرخه تخوني الزرخه تخوني لا صاحبي ناس دم وما وي وتقيدني كماماني 16 مين تقدر مين تقدر صاحبي اقش كاش منع انا عقلنا واخا ساكن هنايا واخا غدا دوك نروح جيب لك انا وراك تقرب هنا حنا كنكونوا في السبيطار كنكونوا في لاحظ الكاين المدنيه خير لله وانا اليه راجعون الله اسمح لي يا خويا واحد ايوا خصها تفهم ما يتما قوا تجيبوا القضية قال القضية أنه أنت ويقيت أشمان تي مالا نشهر شخص كورونا أنت ليس كورونا إي مالا عداية مين يعني أنت إي مالا من عند البوليس هادي وثا خصات وها الله يرحمه ويجزاني امن اليوم تا غدا كي تما رحمته يا يتما تما كيس الله يرحمه تا كيس استاذ مهور اقوم ما مشت ورم إذا دور تقيد الأمن أخني تسورني وتسورنكي وهان ولكن وتسرين
اقشم اقشم قلت لك في فيديو الله والدي بص سمعني هشام اللي كان لي هشام هو هشام هو هشام هو هشام هو هشام الله يرضي عليك سمعني غريب خليني غريب ونسين شاي يا جماعه ديني مجموعه من الروايات ديني الروايه قابي انه يموت منيوها توي حضر داني تا قداني تا الشرطه العلميه مش توارام داني تا كلشي لا تصابون تلاو على مرخون شين وثنسين وانيتا وانيتا زيل مش قاند انيتا يوذان انتا زيل فراشة ومش غزات يعني مرات ولا مكيذية غزات ديني في بانيوثين ماشي في بانيوثين في شاشوثين من بلاستيك ورمي التصني وذان دين تقاني بانه يزنو زر خوضات ويزنو زا افير يعني التصقاني يزنو زا افير رخو التصق نين بانه قد تغيهرش تغذي السكوى وبالتالي ذي مجموعة من الفرضيات ممكن انه ذيري الموت الموت عادية ممكن ذيري الموت الموت عادية فهمم وممكن ذيري شنحاش لقد دار الله الاساس هو انه تنو بنا حتى انا سميت بنت الداثة الزاتس انه ترتيام وتحرك ترتيام وتحرك ويذرقها الريح يعني الجثة نستحللت الله ينال الو جيروري صبر خلاص ما نحكم صبر ونسين الاخوانين والاعزاء المتتبعين نغ ونسين يعني باش هذاك الشغل معلومه الله اعلم في انتظار تحقيق الشرطه في العلميه نهني غينين يعني الاسباب لوفاه الناس نش رصدغهم يعني الشهادات اذا نيتان الشارع الاول يعني تو منتشر عبر المواقع التواصل الاجتماعي بانه الامر متعلق بحاله او قتل يعني ذم زوات وقان بانه قغاص ناس وبالتالي الفرضيه اني غلط ذني وذن بانه قذني تيموت يعني على ريحه الناس مش دقيق يعني على ريحه الناس خصوصا الخوت سنم بانه رحمو رحمو اذا طسن تفوش الطونوبين تقذينت وبالتالي على ريحه فهمم ونشي من كيس غنتاه ذني تا قاغون تا يتما هو سنيني الله يرحمو هنيني الله يرحمو ويسع عليه الله يرحمو الله يرحمو اين كانت الاسباب سنيني يا حمصي دار بالعالمين وانا لله وانا اليه راجعون النفس النفس تقسح النفس تقسح نسال الله عز وجل ان يلهم ذويه الصبر والسلوان وان يرحم جميع موتى المسلمين في مشارق الارض ومغاربها اخواني اخواتي بوركي ليس على الريح وبالتالي خصنا هذا الزرق اوكسجيني ضروري ومازال عاد قطره جانتن والسنغ من ميد غياسن دواني تال الاشكال مقران واكرام الميت دفنوه يقال النبي صلى الله عليه وسلم اكرام الميت دفنه إكرام الميت دفنه والروح عزيزة عن سيدي ربي اللهم آميني وذني تسباني وذني قاني ورني عفانا هني اختار جينا جيش المباشرين نيغ بأنه ولا عفان وتجيبوزي الخصال نيجن دمي السنت مازيخت
ميس نتريفشت اها مازيغ الناظ يحط تاير السنس يسن من يصفوغ يسن من يقا يسن واكثر يا يتقل مراقبا سيدي ربي العالمين قبري غيك مراقبا نبنادم ذوانيتا وما راهو تغابو النفس جارنا مانت الغرض الريح في الريح في السيناجيم يعني الريح الريح فهم تحللت جثته اكرمكم الله ورحمه الله يعني الريح في الناس داني تذيد شا رخو يعني تقارب الغاس غطمو بيني الريح في ويرتي الريح في الطاس داكشي اللي كنحاول ندير اخويا الحبيب كنحاول انني نوصل الرساله بالعربيه وفي نفس الوقت بالريفيه باش الاخوان الزوار ديالنا الاعزاء دائما يفهموا الريحف العفو إخواني يا أخواتي العفو والعفو نبدا نتمنى من الله عز وجل يعني باش نقولوها واضحين باش نقولوها واضحين وسمحوا لي أنني نرد الكاميرا شوية لعندي باش نكونوا واضحين راه كاين تجمهور كاين بزاف ديال الناس وفي إطار يعني في إطار دائما كنحاربوا شي حاجه سميتها التجمعات وكنطالبوا شي حاجه سميتها التباعد الاجتماعي وهذا الشيء رجال على لسان جميع سواء الوزاره الداخليه ووزاره الصحه كتوصي به وجميع الاجهزه كتوصي وبالتالي كيف يعقل اخواني اخواتي انه التجمهور اكثر من 1000 واحد كاين والسبب ديالو هو الوقايه المدنيه وبالتالي وجب انه كل واحد يتحمل المسؤوليه وفي حاله ما انه بانت شي بؤره بان شي واحد مصاب بكورونا لا قدر الله في هذا التجمع هذا وفي هذا يكونوا انا كنحمل المسؤوليه صالح العباره للوقايه المدنيه جوج سوايع ونص مازال ما وصلتش راه هذا عيب وعار عيب وعار يعني بكل ما تحمل الكلمه من معناه عيب وعار عيب وعار عيب وعار الانسان مات لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم نجي والله ديني وذان ديني وذان شي اشكال باك حمزه هذا موت هذا الله يصلح كاع الله العافيه امين ما نسي ورد وني انت يا ويو انسي ورد عرفت العربية هي لغة النبي صلى الله عليه وسلم أنسي ورث مازيغ توادير السنغ أنسي ورث فرانسيس تاكي يثماثنغ هي أو كان بخوبليم صاحبي أنسي ورث أليمان تيسكي بتكعنا بخوبليم الإنسان مازيغ يستور كوريرس ما يمين السني الانتقاد يفاغن واها ما يمي يا صاحبي ما يمي
كوري جنسي ولا كي سير السنس وني وما يفهمش انا حاج دوني انت لا خص ما تكونش يعني خص شوف خير باش نديرو بين قوسين وها لانه ماشي البيت القصيد بين قوسين خير من وطأت رجلاه على هذه الأرض خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله بلسان عربي فصيح بليغ والعربية لغة القرآن رغم ذلك ثمزخت ذي ذم النخ تمازيغت دير السنخ والله عز وجل فوق سبع سماوات يفهم جميع اللغات ويجيب جميع اللغات ويحب جميع اللغات ولغة أهل الجنة هي العربية ولكن دير السنخ مازيغ مازيغ تعصب ما يمي الجهل ما يمي اتصل المتعصبين خويا الياس ذواني تاع المشكله خرج البلديه البلديات حتى خرج البلديه عاود حتى البلديه ترجان ترجان ديفاق 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 قانس يمكن ديفاق هذا هذا ديفاق لا اله الا الله محمد رسول الله يمكن ديفاق لا ولا اله الا الله يا حمار ربي ولكن من توري راجي يقين دا 100 ترجان ديفاق والله ما سنغ مانيش انت ولكن يا يثما نشمي سريغ ذاني تا وانه واني تا يخدم ذا فراش يزنو زار خضاط يزنو زايا ضير اها باش تسنم وذي الطوموبيل غاصدين في شوت جشدين بلاستيك يدي سلوسا ناظير والانسان نينا شني الاخوان داني تا سنانت وسنانت اناش مسكين ذمو قريل وها نصحف ويهرش مسكين توا يهرش وبالتالي ممكن الفرضيه انه ما يموت امني وها من غينت الله اعلم ونشينا النجا ولا نشينا نستنى المعلومه زي الافواه الناس دواني تخص غدا ومينيا اه غنقرب الاخوان ملاحظه مزيانه ملاحظه مزيانه للناس اللي طالبوني باللوحه ديال الطوموبيله راه ممكن يتعرفوا عليه حتى العائله ديالو اللوحه هي هذه 50017995 وهي باللون الاحمر ومن نوع رونو مال العائله الناس نيف بارطاجا ما يسمى بودار خاص تعرفن العائلة الناس ني غادا سن العائلة الناس الإخوان يسقسن يعني ذواني تا وثاني تا اقتراح جميل جدا زي زوار نق وذاني كين غي تفكان باش تفنصيو التبرات بمعنى الكلمة ونصيو تما الميساج الميساج تا في ينفع تا فني غادينا نتقبل أمة النصيحة نشين جارا نق مالت ولم أنه مثل مراد ذاني تا السور غزي منبر تورم بانه اقصر نغذي نيشان حاجت وتسكي ضغبوني شان نغاري شان حاجت وتجيبوني شان
تمني غزقايف ما هذا ينبهن هذا ينينها من ديني ذي الخاص فيسينو يعني باين ذي سيسمينوس فرانسيس وبالتالي الانسان شي ينبه هذا شي ينها من دينها من ديني باش انا غزاثا معاونك ويا ويا اني خص غادي نير يا وراه استادينو ما مش تجي مش لاباس حول طيبة اش يحفظها بي ما مش تجيتش سحفنش شكاك الله يكرمك يخسى نايح شوية راغي انا خزها من غاني كذيني توري وتوري حتى نسن مين يوقع عندي اني لا و خل مؤسسة مؤسسة قد اي وقت تني اخسن قيم الله مواليدي اش دراغي اش يحفظ ربي صافي اش دراغي هنا انو غنقيزنا ايوا نقف الناظور شكون عنده الحق منايا ديريكت لا صحة لدينا شكرا 33 اخويا محمد راشيدي 33 والكارثة العظمى 33 او يا الريح ثومين وذين الله يحفظك ام زينب شكرا اختي الوقاية المدنية نورمال مو وقت ذي أقدر نتغل ما تروه يعني مرادو مرايوز دمش أسقان مرايوز ديش فا قد يوض إيش فا قد يوض غول أدمين قد يسيش فا نغد تسحنا تيحما بسناني تسنت يعني هذا سنت قوان تخيفاس سن أضوضنت اللهم آمين لا يسعنا إلا أن نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد اللهم ابدل له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله واجعله إن شاء الله من أهل الجنة واعف عنه واصفح يا رب العالمين إني غنيني نشينا ياس غنيني والله يرحمه الله يرحمه في انتظار أن يأتي رجال الوقاية المدنية بالأكسجين
اذا تبعثك اذا يثما وقولوا امين هيا اذا هم غينين. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا اجره. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم انا نسالك ان تعطي الصبر لذويه يا رب. بس تكشن الصباري فاميليا نس واخوه نسين والله الا يقصح حيه ثمين وعز والله الا يقصح والله الا يقصح منايا. وميش النيغي يثما سويثما لابد زي الشباب النغي عزن الشباب النغي عزن لابد اني لي شويت ايجابيين دي التفكير النغ ونحاول اخا نغنس بعد السلبية ونحاول نتروج شاور باللي ويقيم شا ويقيم شا ويقيم شا يكثر ورا ويقي مشى ويقي مشى وني غتسي وري قارش وذا شادي النظر وتجمين داك غدي النظر. الله ينعل بوجدنا النظر الله ينعل بوجدنا الريف شات وريد فهمت وذا شا وذا شا انو شي جن الصوره سلبيه ثم غار من جايه ثم ثنغ ذن يوظن يوظن غيجن الحاله نليا تقصح اطاس ذن يوظن يوظن غيجن الحاله نفسيه تقصح سوطاس ديني وذان سمحن خفنسن سمحن دي ثاوى وينسن سمحن دي الاهل نسن ديني وذاني وض الزيسن الدرجة انه هو اذ امتحن ومنيقا نظريف نظري وذان امتحن اخرها فايد النض فايد النض دي تبرقن الشاب غاس 28 او 29 سنة ايش دي خفنس غصبنا ان دار دي خفنس زيد زقها ايش مسكين يموت يدو قزاسي وخسماع يدو قزاسي يري يموت إيش حاجة النغني يموت يوثان داني تز ذا زاذي ومشينا بعد ذا قضاء غرن اثنين لنفس السيناريو لنفس السيناريو في نفس السيناريو الإخواني أخواتي في نفس السيناريو ديال الموت ديال البغتة الموت ديال شنو غنقول الموت الفجأة الموت الضيق الحال موثني وذان اللي كنا كنعرفوهم يعني ماتوا الناس واختاروا يا اما ركوب الامواج والموت في البحر او كذلك الموت بالانتحار. وكني وذري ما كيدي بانه ذني يوض الياس زير بعض نيه ثمان نغ كاينين طلبه نعرفوهم طلبه جامعيون جوج انا كنعرف من القريه وفي غضون شهرين هاد الشيء راه وقع في غضون شهرين طالب جامعي في سلك التمريض كيقرا التمريض وفي السنة الثانية ديالو اختار يختار الموت واختار الانتحار. طالب آخر كذلك زي قرية أركمان اختار الموت عن طريق الانتحار. طالب النغني ذي ميضار وتغذي الحركة الثقافية الأمازيغية وتويق قاضي تذي الجامعة قاضي قدور ذاني تذي كلية المتعددة التخصصات اختار الانتحار. التصنيع مثلا غنت ورث ذي الجرائد نهار الريف زي عريف النغ شباب المشكلة شباب فهمم شباب وغاص النظام غاص
وغاسني هنجاني اختاروا الانتحار. ما يما يا يثما ما يما ما يما ما يما واني تا تقيتي جنحاش تقانس البعد خسي ضابي البعد سي اليقين زي سي ضابي البعد بانه الطريق المستقيم من سي ضابي اليقين بانه الارزاق بيد الله الايمان بالقضاء والقدر الايمان بانه ربي عز وجل واش يكسيني النفس رحمه الشيء فرانكن كارو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها اخصغان غير شويه تسنتي تسعاثين الشيطان يتزد بنادم انه يتعيش جن الضيق يتعيش جن غبن وما رد يقفغان غذي المغرب كان تعيش رغبن فهمم مثير شغل شكو تجذبو مليح تجذبو مليح باش كاين غذاه هذا لستك ولدتني يتابع 1000 مشاهد اونلاين اوه هاي حيخسر نشد ثاني حبيب روح شوف تي في تقدير قاضي يقضى قاضي يقضى يسمى تليفون هذا يتوا ذمم الغاري 500 وها كل وقاية المدنية عاد والتوسير ولا إله إلا محمد رسول الله هذا واني تغييني الوقاية المدنية عاد والتوسير قاضي يقضى التليفون هذا الجغ ومن الهم ما يضحك فهمت مي غادا تشك 3 ساعات ودي حضاع بول اكسجين الوقايه المدنيه ذنيتا استغرب ذوانيتا ذوال المهم مغار هذه خسي ماذا يتسامح مغار هذه خسي هذا ومين يقسمح معايا وذم معايا وإذا بو ماني غا شارجيغ روح شارجا وماني زد غا شارجيغ أخو مشكلة قال يقضى التليفون قولي لي قال يقضى التليفون اللي عاون الله يجيب تيسا وهاك بو بوير بان دي باني دومش والو صافي مهم الشرح هذا شارجي التليفون يمكن هذا شارجي التليفون ويقي عاد وديس يلا يا شكرا لك النيوات قدوم